أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة 19 أن الأردن أمام محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل لتحقيق المستقبل الذي يستحقه الشعب الأردني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. حضرات الأعيان، حضرات النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس كانت ذكرى ميلاد الحسين الباني رحمة الله عليه، وأدعوكم للوقوف لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة. أما بعد، فبسم الله وعلى بركة الله نفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة 19، ونحن أمام محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل لتحقيق المستقبل الذي يستحقه شعبنا الكريم ووطننا العزيز. وبعون الله وتوفيقه سيبقى أردن الخير مثالاً مشرقاً في التقدم والتضحية والإنجاز والتغلب على التحديات مهما كبرت. فهذا الوطن حر عزيز بأبنائه وبناته. حضرات الأعيان، حضرات النواب، لقد أثبتت التجربة من حولنا أن الانتقال ضمن برامج واضحة هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب، حفاظاً على المكتسبات وحماية للاستقرار. ونحن عازمون على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية ودون تردد أو تأخير، لتعزيز مصادر قوة الدولة مجتمعاً ومؤسسات. وخلال الأشهر الماضية شهدنا جهوداً كبيرة لتحديث المنظومة السياسية، وهي جهود مقدرة ومشكورة للجنة التي كلفناها بهذه المهمة ضمن إطار أشمل لتحديث اقتصادي وإداري تعمل الحكومة على إنجازه. وفي الوقت ذاته لابد من التأكيد هنا على أهمية ضمان سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة. وعليه فإن أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم الكريم بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها. إن عملية التحديث هذه لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات وحسب، بل هي عملية تطور اجتماعي وثقافي في الأساس، وحتى نضمن
التقدم نحو البرلمانات الحزبية. فأمامنا عمل كثير لتطوير أحزاب تسترد إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم وتخدم مصالح المواطنين وتحقق مشاركة فاعلة ومنتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية. وعلى القوى السياسية والأحزاب أن تنهض بدورها ومسؤولياتها لتحقيق ذلك، فالتشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت. وفي إطار التحديث، علينا أن نحرص على صون مؤسسات الدولة السيادية والدينية والتعليمية والرقابية من التجاذبات الحزبية لتبقى درعاً للوطن وللمواطنين دون تسييس أو تحزيب، وفي حماية الدستور ونصوصه. أما فيما يتعلق بمساري التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، فالهدف منهما تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها أزمة كورونا، وبناء أسس راسخة لشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، لإقامة استثمارات توفر فرص العمل وتحفز النمو والاستفادة من القطاعات الواعدة والطاقات البشرية المؤهلة. يا أعيان الأمة ونوابها، حان الوقت للارتقاء بوطننا إلى مراتب متقدمة تجعل كل الأردنيين يزدادون فخراً بانتمائهم لهذا الوطن العظيم. فهذه الدولة الحرة التي أكملت 100 عام من عمرها المديد، ويحميها دستور عصري متقدم، ستبقى عصية على عبث العابثين وأطماع الطامعين. ولقد كان بلدنا على الدوام قصة بناء وكفاح سطرها الأردنيون بتضحياتهم والانتقاص من هذه الإنجازات أو التقليل من شأنها إساءة بالغة لا يقبله أحد. حضرات الأعيان، حضرات النواب، إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين. فهذا هو الجيش العربي الذي ظل وفياً لاسمه وشعاره، وسطر أروع صور البطولة دفاعاً عن فلسطين، وما زالت دماء شهدائه
تعتر ترابها وترسم منارات تضحية وشجاعة على أسوار القدس التي تعيش في ضمير الهاشميين ووجدانهم. منذ مئات السنين وقد قدم الأردن للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد غيره، وهذا واجبنا، وسيظل الأردن إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. أما الوصاية الهاشمية فهي أمانة أتشرف بحملها لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهذا التزام منا بمبادئنا وتاريخنا وإرثنا الهاشمي، وتجسيد لإرادتنا الحرة وقرارنا الوطني الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه أو يساومنا عليه. حضرات العيان، حضرات النواب، ختاما أؤكد مرة أخرى على ضرورة التعاون بين جميع السلطات وفي إطار الفصل المرن الذي حدده الدستور بينها لمضي قدما في مسارات التحديث والتطوير، وكل ثقة بأنكم تدركون مسؤولياتكم في هذه اللحظة التاريخية المهمة للعمل بجد وإخلاص واتخاذ قرارات توافقية جريئة ومدروسة أساسها المصلحة الوطنية. وفقنا الله جميعا لما هو خير لهذا البلد العزيز وشعبنا الأردني الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنا من مجلس الأمة مراسلنا محمد الفايز. محمد، يعطيك العافية وأهلا وسهلا بك معنا. محمد، ما الذي يجري الآن تحت القبة؟ نعم علي، يشارف مجلس النواب في أولى جلسة له في الدورة العادية من الانتهاء من اختيار أعضاء مكتبه الدائم، حيث انتخب المجلس عبد الكريم الدغمي رئيسا للمجلس بعدد أصوات وصل إلى 64 صوتا مقابل 58 صوتا لنصار القيسي. وفي مركز النائب الأول لرئيس مجلس النواب فاز أحمد الصفدي بالتزكية بهذا المنصب بعد أن انسحب حسين الحراسيس من عملية الترشح. وأيضا فاز هيثم زيدين بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بعد أن كانت هناك عملية انتخابية، وفاز بعدد أصوات وصل إلى 66 صوتا مقابل 58 صوتا للنائب نصار الحيصة. في هذه الأثناء تجرى عملية الانتخاب للمساعد الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، حيث ترشح لهذين المنصبين 7 نواب. سوف يتم أخذ أعلى 2 يحصل على أعلى الأصوات في هذا الانتخابات بالمنصب الأول والمساعد الأول والثاني لرئيس مجلس النواب. وبعد ذلك سوف يقوم رئيس مجلس النواب برفع الجلسة، وبحسب هيثم زيدين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب للمملكة قال إنه سوف يكون خلال الأيام القادمة قيام أعضاء مجلس النواب بالتصويت أمام بالتسجيل للأمانة العامة للراغبين بالانضمام للجان النيابية، وعددها 15 لجنة نيابية، حيث يحق لكل نائب انضمام للجنة أو لجنتين على أعلى تقدير. وبذلك سوف يتم عقد جلسات لاحقة لمجلس النواب
لاختيار أعضاء اللجان الدائمة لمجلس النواب وعدده 15 لجنة. يعني معظم هذه اللجان إما يذهب بالانتخاب أو بالتزكية كما جرت العادة، لكن هناك اللجان المهمة من المتوقع أن تذهب بالانتخاب أيضا. يعني بعد ذلك وبعد الانتهاء من اختيار أعضاء المكتب الدائم وأيضا أعضاء اللجان الدائمة لمجلس النواب، من المتوقع يعني أن يكون هناك يعني العديد من القوانين الهامة التي سوف تعرض أمام مجلس النواب في هذه الدورة، التي تعد من أكثر الدورات أهمية لما فيها من قوانين أو مشاريع قوانين مفصلية، ونتحدث من أبرزها في مقدمتها ما تمخض عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث قامت الحكومة بإقرار هذه المخرجات على شكل مشاريع قوانين، منها مشروع قانون تعديل الدستور الأردني وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية، حيث قامت الحكومة بإرسال هذه القوانين إلى مجلس النواب يوم أمس، حيث أيضا من المتوقع أن يقوم مجلس النواب بإحالة هذه القوانين إلى اللجنة القانونية، حيث سوف تقوم اللجنة وبحسب يعني التوقعات وأولويات مجلس النواب بالمناقشة وإقرار مشروع قانون التعديلات الدستورية في البداية لكي يتناسب مع التعديلات التي جاءت في قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، وبعد ذلك سوف يتم فتح النقاش وإقرار قانون الانتخاب وقانون الأحزاب فيما بعد. وأيضا من المشاريع الهامة التي تنتظر مجلس النواب خلال الأسابيع القادمة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022. ونتحدث أيضا أن هناك زخم تشريعي آخر لدى مجلس النواب من حيث القوانين الموجودة لدى اللجان النيابية والمعروضة أمام اللجان النيابية، نتحدث ما يقارب 47 مشروع قانون وقانون معدل، يعني معظمها معروض على اللجان النيابية وعدد منها ينتظر أن يتم إحالتها إلى اللجان النيابية لنظر فيها قبل إرسالها لقبة البرلمان للمناقشة العامة وقرار هذه القوانين. يعني هناك زخم تشريعي كبير ودورة تعتبر من أهم الدورات البرلمانية للمجلس مجلس النواب 19 لما يحمله من قوانين هامة كما ذكرت، لعل من أبرزها وأهمها ما جاء من مخرجات اللجنة الملكية للمنظومة السياسية. نعم، من مجلس الأمة مراسلنا محمد الفايز، شكرا جزيلا لك. أرحب برئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية دكتور خالد البكار. أهلا وسهلا بك معنا دكتور خالد. ماذا يجب على مجلس النواب أن يلتقط من الخطبة الملكية؟ يا سيدي سعد مساك وشكرا لك. يعني كعادة جلالة الملك عادة في افتتاح الدورة العادية يبعث رسائل من خلال خطبة العرش في افتتاح الدورة البرلمانية لمؤسسات الدولة بشكل عام وإلى المواطنين الأردنيين أيضا للطمأنينة على أوضاعنا في الأردن ومن ثم الرسائل. الحقيقة يعني مثل ما تفضلت في حديثك وفي حديث الأخ مندوبك في مجلس الأمة أن هذه الدورة ستكون دورة عادية وهي الدورة الأولى العادية في عمر هذا المجلس، والتي ستكون حقيقة يعني مثقلة بجملة من التشريعات اللي ذات أهمية عالية، أهمها من بثق من نتائج عن لجنة تحديث المنظومة السياسية التي شكلها جلالة الملك في منتصف الصيف، واللي خلصت إلى تقديم قانون مشروع قانون انتخاب ومشروع قانون أحزاب وتوصيات بخصوص تطوير الإدارة المحلية وتمكين المرأة والشباب وتعديلات دستورية تتماهى مع متطلبات المرحلة. لكن الحقيقة ما لفت الانتباه والأكبر أن جلالة الملك يعني في هذه الخطبة خاطب الأعيان والنواب رسميا ومباشرا، الدوات الأعيان ونواب، يعني يا أعيان الأمة ويا نواب، آن الأوان للارتقاء بمستوى أداء الدولة الأردنية الذي يجعل من كل أردني فخور بما لديه من مؤسسات ومن أداء. وهذا الحقيقة يتطلب أنه إحنا الحقيقة أنه فعلا أن نترجم هذه التوجيهات الملكية إلى آليات عمل. أولا إقرار خدمة هذه التشريعات من حيث المبدأ سيوفر البيئة التشريعية الحاضنة
للعمل الحزبي والتأطر ضمن عمل برامجي قابل للتطبيق والتقييم والابتعاد عن العمل الفردي. والرسالة الثانية واللي من المفروض أيضا أن تكون التقطتها الحكومة أنه تهيئة البيئة الحاضنة والاشتباك الإيجابي مع المواطنين لتهيئة هذه البيئة التي تشجع الأردنيين على ممارسة حقهم في الاقتراع، لأنه كما تعلم التحدي الأكبر في الدورتين البرلمانيتين الأخيرتين كانت نسبة الاقتراع لتصل إلى حد الأدنى في الدورة السابقة 29%، وهذا تحدي كبير الحقيقة ورسالة غير مطمئنة. لذلك لابد لنا من أن نساعد في تهيئة البيئة الحاضنة التي تجعل من المواطنين أصحاب مصلحة في انتخاب من يمثلهم في مجلس النواب، وخاصة أنه مثل ما بنعرف بالآونة الأخيرة تراجع دور مجلس النواب، واللي أشار له الرئيس المنتخب الجديد معالي الأخ عبد الكريم الدغمي اللي قال إعادة الألق إلى دور مجلس النواب ودور النائب اللي تم الانتقاص منه عبر الحكومات الثلاثة أو الأربعة الأخيرة خاصة في الجوانب الرقابية. فاليوم هذه الدورة الحقيقة فيها جملة قوانين أصلاحية بذات الطاقة، فيها موازنة عامة، موازنة وحدات حكومية، وموازنة مركزية، يعني أيضا فيها جوانب رقابية. والحقيقة هاي يمكن من الرسائل اللي دائما احنا بنرسلها انه مجلس النواب ما يكتفي فقط في إقرار التشريعات، اليوم يجب أن يتجاوز دور مجلس النواب إقرار التشريعات إلى الرقابة على الحكومة بمدى التزامها بتلك التشريعات سواء الموازنة أو قوانين الإصلاح. لأنه اليوم إذا أقريت أفضل القوانين ولكنك لم تهيئ البيئة الحاضنة لها ولم توفر الأدوات التي تساعدك إنجاح هذه التجربة ستكون يعني كل إجراءاتك الحقيقة لن يحالفها النجاح. ولذلك مطلوب من الحكومة أن تبادر إلى الاشتباك الإيجابي مع كل مكونات المجتمع وأن تبدأ بشرح آلية الانتخاب وطريقة الانتخاب وما هي المزايا التي يمتاز بها هذا القانون وما هي المزايا التي يحتويها أيضا قانون الأحزاب، وقديش مهم للأردني اليوم أنه ينطلق من الاعتماد على العمل الفردي في انتخاب المرشح إلى العمل الجماعي اللي بيقدم برنامج يحاكي أولويات المواطن الأردني. شو أولوياتنا اليوم؟ عندنا أولويات اقتصادية وعندنا أولويات أمنية وأولويات اجتماعية وتطوير إدارة، كل هذا الكلام بحاجة إحنا إلى برنامج عمل قابل للتقييم وقابل للتطبيق يقول لنا هالحزب كيف بتتعامل مع تطوير الإدارة العامة، كيف بتتعامل مع المالية العامة، مع التحديات المزمنة اللي في اقتصادنا الوطني من دين ومن عجز عام ومن كلف دين ومن بطالة وغيرها. كل هذه يجب على الأحزاب أن تبادر أيضا، يعني اليوم الجهود المطلوبة هي جهود دولة وليست جهة منفردة عن غيرها. اليوم الحكومة مطلوب من جهتها، البرلمان مطلوب من جهته، الأعيان مطلوب من جهتهم، نحن كمواطنين ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب علينا أيضا أن نتحرك خطوات إلى الأمام حتى تستطيع الدولة فعلا أن تترجم رؤى جلالة الملك الذي يتطلع إلى الدولة الأردنية في مئويتها الثانية. نعم دكتور. أن تمارس أداء مختلفا عن الأداء الذي نفتخر به ونعتز به في المئوية الأولى، لكن اليوم من الواضح أن الأولويات تغيرت والأدوات يجب أن تتغير مع تلك الأولويات. نعم، رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية دكتور خالد البكار، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية السفير السابق زياد المجالي، أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. رسائل كثيرة حملتها خطبة جلالة الملك اليوم، ما هي الرسائل للخارج التي كانت موجودة في خطاب جلالة الملك؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهدي قناة المملكة. عزيزي، لنقل أن جلالة الملك ركز على نقطتين في خطاب العرش اليوم. النقطة الأولى وهي التحصيل الحاصل في موقف أردني متوارث بما يتعلق بالدعم للأشقاء الفلسطينيين، وأوضح جلالة الملك أن هذا واجب وليس منا، وأننا سنقف إلى جانب الفلسطينيين إلى أن يتحقق حلمهم في إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا جلالة الملك كما لاحظت الآن في هذه المداخلة أنه موضوع الوصاية لمح جلالته إلى شيء مهم فيها مستجد، أنه لن يسمح لأحد أن يساوم عليه.
وهذه رسالة أيضا توجه إلى الخارج لمن يعنيه الأمر في أكثر من موقع. الآن خليني أتحدث عن حقيقة أن كلام جلالة الملك الواضح بهذين الجانبين في السياسة الخارجية حقيقة هو يؤكد فيه ما قام به جلالة الملك على مدى 21 سنة أو 22 سنة حقيقة من استلامه قيادة الأردن بعد انتقال جلالة الملك الحسين إلى رحمة الله تعالى. أنا أذكر أن أول زيارة لجلالة الملك خارج الوطن وقد كنت أنا في غزة كانت إلى غزة لالتقاء بالرئيس الراحل عرفات، وهذه كانت رسالة بأن الأولوية الأولى في سياستنا الخارجية والتي حرص جلالة الملك أن يشير إليها في خطاب العرش اليوم عن دون القضايا في السياسة الخارجية الأخرى هي قضية دعمنا لأشقائنا الفلسطينيين، وهذا أكد في زيارات جلالة الملك وآخرها جولته الأوروبية التي أكد فيها جلالة الملك أن على المجتمع الدولي أن يتكاتف مرة أخرى ليجبر الأطراف المعنية أن تعود إلى فكرة حل الدولتين، وأنه لا يجوز أن يترك لليمين الإسرائيلي المتطرف أن يقود المنطقة لحافة هاوية في غياب السلام عن هذه المنطقة. الآن حقيقة هذه الرسالة واضحة أننا سنكون داعمين دائما لأشقائنا للوصول إلى حق، وحقيقة ما تحدث به جلالة الملك أنه لم يكن هنالك في الماضي ولا الحاضر أحد يدعم الجانب الفلسطيني كما يدعم الأردن، وهذا فخر لنا وواجب وطني. والأيام القادمة أيضا أنا متأكد أن جلالة الملك سيتبع ما قام به في جدول أعماله في الزيارات السابقة منذ زيارة واشنطن وحتى الجولة الأوروبية الأخيرة، ستكون دائما على جدول أعمال جلالته الدعم باتجاه إعادة مفاوضات حقيقية تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية. نعم سيد زياد، يعني هذا الكلام من جلالة الملك تحديدا بعد السنوات الأخيرة من التحديات الكبيرة خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والضغط الكبير الذي تعرض له جلالة الملك، كما أكد أكثر من مرة بأنه تعرض لهذا الضغط من أجل تقديم تنازلات فيما يخص القضية الفلسطينية. ثبت حينها الملك أكد بأنه ما زال ثابتا على العهد مع القضية الفلسطينية وسيبقى كذلك ثابتا أيضا خلال السنوات القادمة. هذا تمام يا سيد أخي علي، حقيقة أنه السنوات العجاف أنا أسميها التي واجهتنا وواجهت الأشقاء الفلسطينيين منذ الإدارة الأمريكية السابقة لم يكن يقف مناصرا للأشقاء الفلسطيني ومناكفا لتلك الطروحات التي كانت تريد أن تفرق كل عملية السلام من مضمونها الحقيقي إلا الأردن بقيادة جلالة الملك، وكان هذا الموقف يواجه به كل الأطراف ويتعرض للضغوط، ولكنه كما ذكر جلالة الملك منذ عام 2018 أننا لن نقبل بتلك الضغوطات وسيبقى موقفنا ثابت، لا يمكن أن نرضخ لضغوطات تؤدي بنا إلى التنازل عما هو شرعي وعادل لأشقائنا الفلسطينيين ولمصلحتنا الوطنية. نعم عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية السفير السابق زياد المجالي، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية دكتور مهند بيضين. دكتور مهند أهلا وسهلا بك معنا. رسائل كثيرة قدمها اليوم جلالة الملك خلال هذه الخطبة في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، ما هي أبرز هذه الرسائل؟ نعم كما تفضلت وكما جاء في خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب 19، مرة ثانية يرسم جلالة الملك الإطار العام لعمل منظومة الإصلاح ومسير الدولة، بالإضافة إلى إقران مسألة الإصلاح السياسي بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وبتجديد الدولة واستمرارية الإصلاح. اليوم يتحدث جلالة الملك على أن الإصلاح لم يكن مجرد لجنة تشكلت في الصيف وأنهت أعمالها وسلمتها للحكومة، لكن يخاطب أعيان الأمة ونوابها بضرورة التوقف عند مسؤوليتهم التاريخية في إنجاز ما يليق بالأردنيين وما يعبر بهم نحو مستقبل يجعلهم يزدادون فخرا بإنجازات الدولة الحرة النزيهة عبر 100 عام من المسيرة التاريخية المستمرة والتي ندخل بها مئوية جديدة.
يتحدث الملك اليوم عن التوجه نحو المستقبل، بالتالي دون أن يكون هناك قطيعة مع الماضي. وإذا لاحظنا بداية خطاب جلالة الملك كان قراءة الفاتحة على روح جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، إشارة أخرى على الاستمرارية تراكمية العمل والإنجاز الدولة وعلى استمرارية عمل البيروقراطية. نعم، الحديث أيضا عن المساعي في التحديث لا تتطلب جلالة الملك كما قال ليس إصلاح سياسي وحسب، إنما إصلاح ثقافي واجتماعي حيث يجعلنا أكثر رسوخا وأكثر قناعة بأن الإصلاح يجب أو ينبغي أن يكون شاملا وواسعا وذو إطارات متعددة ومختلفة. إضافة لما تحدث به جلالة الملك عن موضوع التداخل بين العمل الحزبي والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل الحزبي وضرورة أن تكون مؤصلة دستوريا، فهذه نقلة مهمة أو إشارة مهمة فيما يتعلق بمسار عملية الإصلاح السياسي والتحديث والمناطة اليوم بشكل خاص لدى مجلس النواب 19 في حول. ورسالة أيضا إلى الجميع، ضمانات العمل الحزبي التي أكد جلالة الملك بأنه لن يسمح بإعاقة هذا العمل أو التدخل فيه من أي جهة كان دكتور. نعم، لأنه البعض يقول هل فعلا سيسمح الأحزاب بالعمل، هل يسمح وجود أحزاب في حقيقة دون تدخل اليوم؟ ماذا بعد هذا التأكيد الملكي الذي كان قد أكد عليه في الصيف عندما شكلت اللجنة الملكية على ضرورة إنجاز قانون أحزاب يمنح الناس الحرية بتشكيل الأحزاب على أساس برامجي؟ واليوم جلالة الملك مؤكد أنه تعقب الأحزاب وإعاقة الأحزاب أمر غير مقبول وأصبح من الماضي، وهذا أمر لطالما طالب فيه الحكومة ولطالما سعوا إليه ولطالما حاولوا استعادته والعودة إلى ما كنا عليه من تاريخ وطني كانت الأحزاب فيه تعمل بإطار وطني وبحرية كاملة. يعني فوق هذا التدخل الملكي هناك أيضا جهد من جلالة الملك بأن يضع الأمور في إطارها التشريعي ضمن مجلس الأمة. يعني اليوم لا يتحدث جلالة الملك من قاعة مجلس الوزراء، لا يتحدث من الديوان الملكي، يتحدث من بيت الشعب ومن دار الشعب ومن المكان الذي انتخبه الشعب وانتخبه ممثلي فيه، فيضع الأمور في مجلس الأمة الذي يخاطب فيها الأمة الأردنية التي هي جزء من الأمة العربية بشكل عام، ويضع الأمر في الكرة بيد مجلس النواب ينجز لنا الأفضل فيما يتعلق بمسارنا الإصلاحي والدستوري والسياسي والانتخابي والحزبي. باعتقادنا أيضا هناك هم إلى موضوع الدولة الحرة. الدولة الحرة هي الدولة الغير مرتهنة بحسابات إنه هذا بصير وهذا ما بصير واليوم إحنا نتأثر أو ما نتأثر. ماضون بهذا الإصلاح، مستمرون وفق رؤية واضحة تدريجية تقودنا للأفضل إن شاء الله. نعم، عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية دكتور مهند بيضين، شكرا جزيلا لك. أرحب بأستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية دكتور حسن المومني، أهلا وسهلا بك معنا. دكتور، جلالة الملك أكد اليوم بأن الأردن سيبقى عصيا على الطامعين والعابثين الذين يريدون تخريب الأردن، لمن هذه الرسالة وماذا يمكن أن يفهم من هذه التصريحات اليوم؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. لا شك الحديث اللي تحدث فيه جلالة الملك هو حديث حاسم، واعتقد ليس بجديد، بمعنى ان لطالما اكد حقيقة جلالة الملك على حرية الأردن، على وطنية الأردن، على انه في نهاية المطاف قراراتنا نابعة من قناعاتنا، من مبادئنا، نابعة من وطن حقيقة أسس على مبادئ ثابتة في هذا الجانب في هذا الاتجاه. فهي لأطراف حقيقة هذه الأطراف اللي في السنوات الماضية واللي عبر التاريخ وخاصة في السنوات الأخيرة لطالما حاولت تضغط على الأردن وتساور مع الأردن بهذا الجانب، وكان دائما الجواب يأتي حاسما جازما من القيادة الأردنية من جلالة الملك في هذا الأمر في نهاية المطاف. وأعتقد أنه في السنوات الأخيرة شهدنا أيضا إصرار أردني على أن يكون هنالك خط أردني واضح حقيقة في التعامل مع كثير من قضايا المنطقة، خط أردني وصوت أردني وجهد دبلوماسي أردني، بحيث أن الأردن يترجم دائما المقولة بأننا جزء من الحل لا جزء من المشكلة، وأننا فاعلون في مسألة السياسة الدولية للشرق الأوسط خاصة عند الحديث عن القضايا التي تهم الأولويات والمصالح الاستراتيجية الأردنية. وحقيقة قوة الأردن تنبع من قيادة جازمة حازمة بهذا الأمر، من واقع داخلي أردني متماسك بهذا الشأن بهذا الاتجاه، من أيضا مكانة ومجموعة أدوار أردنية على المستوى الإقليمي
والدولي جعلت من الأردن حقيقة لاعب فاعل ونشط، والجميع سواء من 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 أراد ذلك أو حتى من كره ذلك يعترف بأن الدور الأردن دور محوري بهذا الجانب. وأعتقد أنه اليوم هذه الرسالة أيضا تأكيد، وهي تأكيد من مجلس الأمة، تأكيد وربطت في جوانب كثيرة من أهمها مسألة الموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، وأن لا أحد يستطيع أن يزاود على الأردنيين وعلى الأردن الدولة التي ليست بطارئة على القضية الفلسطينية، وإنما اللاعب الأكثر فاعلية. ولطالما كان الدور الأردني يحدث فرقا كبيرا في القضية الفلسطينية بهذا الأمر. مسألة حقيقة تأكيد جلالة الملك بقوة وحزم على مسألة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هي جوهر النزاع، والدور الهاشمي دور تاريخي حقيقة، وهو أيضا رسالة بهذا المعنى، وهو جوهر مبادئ التي قامت عليها الدولة الأردنية، هي تاريخيا واحدة من خلينا نحكي الإرث الهاشمي المتعلق في المقدسات، بالذات عند الحديث عن القدس وبمقدساتها الإسلامية والمسيحية. فأعتقد خطاب اليوم كان من الأهمية بمكان، خاصة أنه أيضا يأتي على خلفية تطورات في الإقليم، على خلفية تطورات عندنا في الداخل حقيقة بمسألة المنظومة التحديث السياسي وكل هذه الجوانب. أعتقد أنه خطاب ينم عن ثقة كاملة جازم حاسم فيما يتعلق في الرسائل اللي أرسلت، مش بس على المستوى الخارجي حقيقة، حتى على المستوى الداخلي بهذا الأمر خطاب بكل الوضوح تناول القضايا وأولويات الأردن الحالية، سواء كان على الصعيد الداخلي أو حتى في الصعيد الخارجي بهذا الأمر. نعم، في الصعيد الخارجي خصوصا التأكيدات الملكية المستمرة، خصوصا خلال الزيارات الأخيرة إلى القارة الأوروبية وعدد من الدول الأوروبية، ودائما ما كانت القضية الفلسطينية تتصدر الملفات التي يطرحها جلالة الملك. يعود جلالة الملك من جديد ليؤكد بأن هذه القضية مركزية لا تراجع عنها ولا تنازل فيها، كما أكد جلالة الملك خلال أيضا السنوات الماضية. يعني مما لا شك في السياق العام هنالك علاقة استراتيجية وشراكة ما بين الأردن كلاعب فاعل يعتمد عليه مع الأوروبيين في هذا الجانب وفي هذا الاتجاه. وفي موضوع القضية الفلسطينية تاريخيا معروف الجهد الأردني باتجاه الدول الأوروبية، وأعتقد الأوروبيين قاطبة يعتبروا أن جلالة الملك المرجعية ذات المصداقية عند الحديث عن القضية الفلسطينية. وبالمناسبة هنالك جلالة الملك يمتلك من التأثير الكبير في قناعات كثير من الأوروبيين وأوروبا بتصريحات الرسمية، حتى في الأدبيات المتعلقة بالقضية الفلسطينية من منشأ أوروبي تركز على اعتبار جلالة الملك عبد الله كمرجعية في مسألة القضية الفلسطينية في العملية السلمية في هذا الأمر. الأردن أخي العزيز بقياداته هو صانع للسلام بهذا الجانب. لذلك في الجانب الأوروبي شهدنا في الجولة الأخيرة لجلالة الملك في دول مؤثرة في هذا السياق، سواء كانت ألمانيا، سواء كانت الولايات المتحدة المتحدة بريطانيا، اللي هي أيضا لها أدوار تاريخية، بالذات بريطانيا وألمانيا، وحتى النمسا بالمناسبة في أوقات معينة لعبت في مسألة القضية الفلسطينية. فأعتقد لا، يعني أنا بالتقدير الخاص أن الأردن بعلاقات الدولية في سياق عام هو بأفضل حالاته حقيقة بهذا الجانب. يعني الأردن واحدة من الدول اللي ممكن تكون نموذج من خلال الشراكات الاستراتيجية والعلاقات المنفتحة على مستوى العالم بهذا الاتجاه. هي ليست مسألة تصريحات رسمية، وإنما حتى يعني دعني أقول لك بأن حتى هنالك في الأدبيات وفي مراكز الأبحاث وكل هذه الجوانب هنالك خلينا نحكي أدبيات غنية تتحدث بإسهاب عن الدور الأردني وعن دور جلالة الملك بكل هذه الاتجاه. فبالتالي مسألة القضية الفلسطينية هي أكثر من أولوية حقيقة. يعني المسألة مش مسألة أولويات، هي مسألة وجودية بالنسبة للأردن، ولدت مع الأردن في هذا الجانب. وأعتقد عندما تحدث جلالة الملك بأن لا أحد قدم للقضية الفلسطينية أكثر مننا، نعم هذا أقول لك إياه، يعني هذه بمستوى الصدق، بمعنى أن الأردن سياسياً اقتصادياً اجتماعياً
ضريبة الشهادة حقيقة في هذا الجانب في هذا الأمر. ولك أن تتخيل واقع القضية الفلسطينية لولا هذا الدور الفاعل الأردني التاريخي. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني.